نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، نرحب بخبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر منورنا. تحياتي ليك كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدين النادي الاهلي، قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء مهوب، والكابتن علي عبد الرحمن، وكابتن احمد. نور كابتن. كابتن الله يخليك. البدايه كابتن، على الرغم من ان الحكم الفرنسي كيلمان توريان ده حكم من النخبه الاوروبيه كابتن علاء، ادار في دوري ابطال اوروبا بطولات كتيره، عنده خبرات كتيره، دوله من 2010، النهارده 39 سنه، ولكن النهارده كابتن انا ليا تحفظات كتيره على القرارات التحكيميه الخاصه اللي هي اثرت في نتيجه المباراه. بصرف النظر عن النتيجه وعلى الاداء، انا بكلم النهارده كابتن احمد تحكيم، وعمر الصوره ما بتكذب ابدا. يعني انا النهارده انا شايف على الاقل على الاقل هناك ركله جزاء صحيحه لاحمد عبد القادر لم تحتسب. وانا معايا، يمكن مش معايا الماتيريال، معايا الصوره بتاعتها. ايوه جزاء. انا بستغرب على الفار، ازاي الفار النهارده ما عملش شيك وما جابش الحكم شاف الحاله دي. الحاله الثانيه حاله ايمن اشرف، الطرد ظالم يا كابتن ايمن، وهجيب الحاله ده. المفاجاه ان ايمن اشرف لعب، واحنا يمكن من سرعه الحاله ما شفناش، احنا شفنا بس ان في تفصيل مش مهاجمه. ايوه انا في مهاجمه بس مفيش في قوه زايده عشان تطرد لاعب، حاجه من الاثنين، يا يبقى عنده لعب عنيف او سلوك مشين. انما النهارده ايمن في الحاله وصل للكوره. ايوه كابتن كمل. انا هستاذنك بس يعني انا بس هقطعك في الحته دي عشان بس ما تبقاش حضرتك بتبرر للاعبتنا اللي عمله ايمن اشرف ده. ما ينفعش يعمله اي لعيب تاني. السؤال احنا النهارده كابتن احمد انا حفاظا على لعيبتنا، خد بالك في بعض عشان كابتن احنا كابتن بنتكلم تحكيمي. لما يكون في بس عشان صح كلامك، ما توصلش للعيبه ان ده عادي فممكن تشتغل. لا حاجه دي لو في ماتش يعني ده ماتش مهم، تمام. لو اتعملت الماتش الجاي هيخسرنا برضو لعيب لو بيتكلم بنفس الطريقه. انا بقول لك لو التحكيم بنفس الطريقه عشان بس ما يبقاش يعني مبرر لعيبتنا ان ممكن حد يدخل جامد في حد. طيب يعني تحكيم ممكن يكون ظالم، بس انت ما احنا نديش فرصه للتحكيم ان هو يدي قرارات عكسيه على لعيبتنا. طيب حضرتك خلصت؟ اتفضل يا كابتن. تمام كابتن، لما يكون في خطا احنا هنا في قناه النادي اول ناس بنقول ان هناك في خطا وتستوجب البطاقه الحمراء. احنا النهارده بنتكلم تحكيم بصرف النظر على العمل ايمن اشرف. انا النهارده بكلم تحكيم، بكلم بالقانون يا كابتن احمد وليس بالعاطفه. هنا في قناه النادي الاهلي احنا مش بنجامل حد، ولكن انا بقول طرد ظالم، طرد ظالم طبقا للقانون. وانا راجل محاضر مش باجي اتكلم كلام بالعاطفه. وهنا الحاله بنقول ايه؟ الراجل وصل للكوره، مفيش نيه ازاي يا كابتن علاء. امتى اطرد؟ امتى اطرد؟ لما انا بروح مهاجمه بالستارز وفي القدم مره واحده. أيوة. انما انا بعمل التاكلنج ربما اكون اخطا، ولكن هو ما خدوش برجله الثانيه، لبست لمست الكوره وبعدين عملت ايوه المخالفه. هنا يعني الصوره كان فيها انذار، هو وصل للكوره اقصى درجات التهور، هي بطاقه صفراء. في فرق يا جماعه، في فرق يا جماعه. انا لما انجح العب كوره واكمل غير لما انا اروح للجسم مره واحده يا كابتن. أيوة. دي الحاله اللي احنا بنتكلم فيها. او ما تستاهلش الطرد، اخطا او ما اخطاش. أيوة. هنا بطاقه حمراء انا اعتقد غير صحيحه. انا قلت بجد لك انا امانه لايمن اشرف. نيجي بقى للحالات، شوف معيار احتساب المخالفات يا كابتن، هنا وهنا. خلينا نروح للحاله الاولى. هنا رايك يا كابتن احمد الحاله هنا؟ دي ده الفاول، ده فاول عليهم يا كابتن. ده الكوع، ياسر ابراهيم الكوع خده تقريبا رامي ربيعة. فين معيار احتساب المخالفه؟ هنا في كوع كابتن عادل ومحمد هاني، دي اقل حاجه بطاقه صفراء. مظبوط صح. لا مش البطاقه مظبوط، نمشي واحده واحده. مظبوط. انا هوريك ان الحكم هنا كانت قراراته على النادي الاهلي كانت مؤثره. لا بعض القرارات طبعا في نتيجه المباراه، مش بنتكلم العاطفه يا كابتن احمد. خلينا نروح للحاله الثانيه. يلا الحاله الثانيه هنا، شوف يا كابتن هنا الراجل اللي استاذ راح فين يا كابتن علاء؟ فرانك فوق. ها ايه رايك فيها يا كابتن احمد؟ طبعا ده عليها يا كابتن. طب انا ممكن اقول احمر. بالظبط ده الطبيعي، ده ما راحش بقى ده ما لعبش كوره بقى ولا حاجه. صح صح. ده راح بالستارت هنا فين؟ في منطقه فوق يعني ايه فوق الحذاء يا كابتن، مش محميه. هنا للاسف الشديد هنا ما اداش بطاقه، ادي ثاني بطاقه مش موجوده. نروح للحاله اللي بعد كده. هنا محمد هاني المرفق، حاله تستوجب ايه؟ انذار. ثلاث انذارات، لم يشهر بطاقه، عنده خلل في المخالفات والعقوبات الانضباطيه يا كابتن علاء. ثلاث انذارات لم يشهر البطاقه الصفراء فيهم للاعبي بالميرس. خلينا نروح للحاله بعد كده. هنا القدم على الخط وقدم اللاعب على الخط. مظبوط. والمخالفه موجوده. صحيح. قلنا الخطوط دايما بنالتي حقيقي. الخطوط دايما مظبوط ضمن المناطق المحيطة بيها، يعني خط منطقه الجزاء ده لو حتى المخالفه على الخط كانت تبقى المخالفه من جوه. المخالفه موجوده
وهنا لو معانا الحاله هوريك ان احمد بدر نجح في لعب الكوره. خلي بالك دي قرارات مؤثره، لان النهارده لو كانت ركله جزاء 2-1 قربت طردت ايمن اشرف دي 79، لا لا النهارده كانت قرارات مؤثره بشكل كبير. خلينا نروح ليه هنا ركله جزاء لم تحتسب صحيحه 100% لاحمد عادل قادر، القدم في القدم من تحت، والاحمر هو اللي نجح في لعب الكوره. انا معاك يا كابتن مليون المية صح. يلا خلينا نروح للحاله اللي جايه. اتفضل تعال هنا يا كابتن بقى، دي كانت احنا اللي بنتكلم فيها. في فرق كبير جدا لو ايمن النهارده رايح بالتاكلينج والاسترزات مواجهه في القدم مره واحده معاك، انما هنا ايمن عمل ايه؟ هو هنا خلي بالك بامانه لو معانا الماتيريال هتلاقي ان ايمن هنا زق الكوره بسن الحذاء، هو قرار غلط بسن الحذاء وكمل في اللعب. طرد قاسي جدا بلال وايمن، طرد قاسي جدا جدا يا كابتن عادل. قرار ايمن ليه؟ لان ايمن عمل التاكلينج وقدر فيعني القرار جه بالشكل قدر قرار ايمن، هو هنا خد بالسرعه في الشكل. اتفضل ايوه اتفضل يا كابتن. انا بقول تاني هنا في فرق كابتن علاء، اللاعب العنيف والقوة الزائدة هو اللاعب بيبقى عنده نية إزاء، هنا في نية إزاء، هنا أيمن أشرف هنا في نية الإزاء. أنا مش شايف يعني. لو في نية إزاء كان راح بالستارز مرة واحدة، ولكن هو راح لعب الكرة ثم كمل. أقصى درجات التهور هي بطاقة صفراء، إنما بطاقة حمراء أنا شايف إن هي قاسية. بشكل عام أنا بقول اللي القرارات في قرارين ركلة جزاء لم تحتسب بطاقة حمراء قاسية جدا لأيمن أشرف. نتمنى، هو حكم كبير على فكرة، اتمنى في المباراة القادمة إن شاء الله إن الأهلي يوفق فيها ويبقى التحكيم ماشي بمعيار. ده الفار الأساس في القصة دي ولا الحكم؟ هو هنا ده هنا هنا هو قال له تعالى حالة أيمن، هو ده إنذار، هو ده إنذاره، والإنذار هو فعلا هو معياره صحيح. إنما الفار هو اللي جابه، الفار لا جاب لنا إحنا البينالتي ولا جاب البينالتي ولا جاب، إنما بنقول بصرف النظر عن النتيجة. كابتن أحمد تاني أنا بتكلم، إحنا بنتكلم تحكيم، ليس عاطفة مع اللاعبين. ربما أيمن بيعمل مهاجمات وبيعمل تاكلينات، ولكن النهارده بقول في الحاله دي هو اتظلم في البطاقه الحمراء فيها بشكل عام. نتمنى ان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي في المباراه القادمه. شكرا جزيلا كابتن ناصر، نورتنا وامتعتنا. الله يخليك، اشكرك. وبنتهي الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين، بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي وبالميراس البرازيلي في الدور قبل النهائي لكاس العالم للانديه، والتي انتهت بفوز بالميراس 2-0. وان شاء الله نتمنى التوفيق للنادي الاهلي في مباراه تحديد المركزين الثالث والرابع يوم السبت القادم ان شاء الله. حابب في النهايه ان انا اشكر نجومنا الكبار اللي شرفوني النهارده، كابتن شريف عبد المنعم، الف شكر يا كابتن شرفتنا. نشكرك كابتن ايمن، توفيق الماتش الجاي ان شاء الله. كابتن عادل عبد الرحمن شرفتنا يا كابتن. شكرا ايمن، وارد لك النهارده. كابتن علاء مهيوب، الف شكر يا كابتن. شكرك ايمن، وان شاء الله المباراه القادمه تعوض ان شاء الله باذن الله رب العالمين. كابتن احمد بلال شرفتنا كابتن، الف شكر. ربنا يخليك كابتن، وتوفيق الماتش الجاي باذن الله يا رب ان شاء الله. وشكرا لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى. واستوديو تحليلي اخر لكم مني، اطيب المنى وارق التحيات.